إذا يا جماعة مكسوبة سكس مانتر النهاردة مع لعبة جاس و اسمها غريب، اسمها غريب مش عارف احفظه لغاية دلوقتي. أما أنا بدأت اللعبة بدأت في حتة بدأت على طول مفيش أي منيو مفيش أي حاجة. وركينج تايم بشتغل من 9 لغاية 21. طيب اللي أنا عرفته شغال في بنزينة عندنا هنا أحسن بنزين ممكن تتخيلوه. قولي لي بس لو عايزين بنزين هتلاقوا البنزين اللي هنا، هتلاقوا بنزين هنا. محدش عايز يجي برضو؟ طيب الراجل دخل بطريقة بطريقة وحشة. ايه ده واحد تاني؟ طيب يا عم ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية. حد ياكي بنزين؟ عايز بنزين؟ اتفضل بنزين اهو. ياد بالراحة بالراحة يلا بالراحة. مش عارف امسكها مش عارف امسكها. طيب يا معرف ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ بس ثانية واحدة. ياد هات الخرطوم يلا يلا هات الخرطوم. او في يا جماعه واحده 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 يخرب بيت كده يا اخي. ممكن 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 شكرا انت بتعمل ايه يخرب بيت غباك؟ الخرطوم يلا هات الخرطوم يا ذئب ياك تاخد. ايوه لحقت الخرطوم لحقت الخرطوم لحقت الخرطوم الحمد لله لحقت الخرطوم بتاعي دي اهم حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. بالراحه يا جماعه بالراحة بالراحة مش طريقة دي مش طريقة دي والله مش طريقة مش طريقة محترمة دي خالص. احي 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 انت في ايه؟ حلو الشقلباز اللي انت عملته ده. يا جماعة مش عايزين اللي حصل ده يحصل تاني. المفروض كله هيبقى تمام النهاردة. النهاردة هنشتغل كويس هناخد بس مكان واحد نملى العربيات. فأي حد عايز بنزين اي حد بالصلاة على النبي كده عايز بنزين يجي بالراحة بالراحة يا جماعة ماشي. مش عايزين اي مش عايزين اي تهور. عايز بنزين يا استاذ؟ لا عايز بنزين يا استاذ. اتخضيت مش مهم مش مهم تمام تمام استاذ اتفضل اتفضل البنزين بتاعك اهو. مش عايزين تهور اياك تخبطه يا ابن الغبي. طب مالكش بنزين روح شوف امك عايزة ايه. طيب يا جماعة هنركز على خرطوم واحد بس مش عايزين نطلع كذا خرطوم ومش عايزين الخراطيم كلها تخش في بعض تمام. خلينا مركزين على خرطوم نعم. اللعبة دي في مصر عشان عشان دي بالظبط السواقة المصرية ودي السواقة حد يشرح لي ده بيعمل ايه؟ حد انا عايز حد دلوقتي يشرح لي ده بيعمل ايه؟ يا جماعة حرفيا في خرطوم تعلق في الحيطة فوق. قشطة ماشي سلام اشوفكوا بعدين سلام سلام تمام. عايزين عربية عدل عايزة بنزين كده كان حلو. ايوه تعالي تعال انت الراجل ده اللي هو لا محدش هياخد بنزين بنزين غيري النهارده انا بس اللي هاخد بنزين. كويس يا جماعه كويس يا جماعه دلوقتي معانا معانا فوق ال معانا فوق ال 30 دولار كويس 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 عشان اي عربيات تيجي مره واحده. كله تمام كله تمام كله تمام ايوه اها حلو. مش عايزين اي عربيه تيجي تخبط العربيه دي عربيتي تبعي. ها لحقتها لحقتها انا جامد فشخ. انا هخش احبس نفسي جوه انا ماليش دعوه اللي بيحصل خليكوا زي ما انتوا يا جماعه. انتوا عايزين تبقوا كده ابقوا كده خلاص انا ماليش انا خلاص انا تعبت. حد يشرح لي ايه ده؟ عايز حد يشرح لي ايه اللي حد يشرح لي الاخ ده هو ليه بيعدي من وسط العجل ما عنده اللفه. لا حول ولا قوه الا بالله. هوب 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 بتعملوا ايه يا جماعه؟ بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ طب انت بتعمل ايه انت؟ خرب بيتك الخراطيم بتطير. عربية نزلت من السما. بقول لك ايه يا باشا ممكن بس تشرب في خرطوم تحتيك؟ لو سمحت عايز في خرطوم هنا شكرا. انا مش عارف ايه ده. انا مش عارف ايه ده. عايز حد يفهمني ايه ده؟ هما رايحين فين اساسا؟ هما رايحين فين اساسا؟ انا عايز اعرف الخراطيم دي راحت فين؟ الخراطيم دي راحت فين حرفيا؟ انا هموت واعرف. الخراطيم راحت للفضاء، الخراطيم طارت خلاص الخراطيم طارت للسما. الهدوء ده. ايه ده؟ هدوء. الهدوء ده. انا كسرت اللعبة كسرت اللعبة ايوه. فالمهم يا جماعة اتمنى انكم تشتركوا في الفيديو الجاي.
سلام.